نتطلع إلى مزيد من التدابير الاستباقية الكفيلة بتحسين الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي والنقل داخل الديار المقدسة وكل ما يرتبط بتيسير أداء مناسك الحج وشعائره بالنسبة لزوار بيت الله الحرام، وتجاوز جميع المشاكل التي قد يتعرض لها الحجاج دون أن يجدوا مخاطبا أو آذانا صاغية لمعالجتها، رغم وجود البعثة الرسمية التابعة للوزارة الموكول إليها الصار على راحة الحجاج وسلامتهم وتأطيرهم وتقديم يد العون والمساعدة وحل القضايا المطروحة. بداية لابد أن نشيد بالمجهودات الكبيرة التي تبذلونها سنويا بمناسبة كل موسم حج تعود إلى الواجهة نفس المشاكل، لا سيما تلك المتعلقة بالتغذية أو المبيت أو تأطير الحجاج، وأنتم بصفتكم مسؤولون على تدبير هذا القطاع، مطالبون بإيجاد حلول جذرية لهذه المشاكل. وفي هذا الإطار نلتمس منكم ضرورة الرفع من عدد المؤطرين المرافقين للحجيج، الحرص على تأطير جيد للحجيج لتجاوز بعض السلوكات تعزيز البعثة. سيد الوزير تفضل في حدود. انا غير بغيت نقول بالنسبه للبعثة راه ماشي حنا اللي كنحددوا العدد ديالها، بالنسبه للقضيه ديال الوكالات راه القرعه هي اللي كتحدد العدد، اما مع ذلك راه حنا كنجتهدوا معكم، ولكن نفسيا راه خص الحجاج يمشيوا ويعرفوا باللي كيخصهم يصبروا. نعاود نقولها ونقولها ونقولها، لان شنو كيطلبوا؟ ما غاديينش لا للسياحه ولا شي حاجه، طبعا الا فرطنا بشي حاجه نحاسبوا عليها، ولكن كيهمنا قبل كل شيء يمشيوا ويرجعوا ما فسدوش الحج بالغوات. هذا هو. شكرا.